السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساوش تديروا اعجاب بالفيديو وتشتركوا في القناة باش تشجعونا باش نستمروا في المزيد ان شاء الله، وما تنساوش تفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم اعزائي الكرام في حصة جديدة. اليوم غنشوفوا الباتا بيتزا، غنشوفوها بشكل خاص ومغاير على المعتاد. لي زانغغيديون بوغ 8 باك، تعال نشوفو المقادير لثمانية أشخاص. غنحتاجو 300 غرام ديال لافارين، 120 غرام ديال السميدة، ولا ما عندنا السميدة نديرو الفينو، معلقة صغيرة ديال الخميرة، وعندنا 20 سنتيلتر ديال الزيت البلدي، يعني ما يقارب 4 لترو ديال الزيت. عندنا شويه ديال الملحه، وعندنا نص معلقه صغيره ديال البزار، وعندنا معلقه صغيره ديال السكر، وعندنا معلقه صغيره ديال الزعتر، و25 سنتيلتر ديال الماء دافئ يعني 4 لترو. تكنيك دو بريباراسيون، نشوفوا طريقه التحضير. غادي نبداو اول حاجه، غادي نصوبوا لاباتا بيتزا. دونك درنا لاباتا بيتزا بشكل جديد، درنا النص ديال لافارين، داك لافارين اللي كانت عندنا في الاولى درنا غير النص نتاعها، درنا معاه شويه ديال الملح وشويه ديال البزار وشويه ديال السنيده وشويه ديال الزعتر ومسحوق ديال الخميره او الخميره العاديه ديال العجينه. كنخلطوا داك المنتوجات اللي هي جافه، عاد كنزيدوا عليهم الزيت وكنزيدوا عليهم الماء وكنضربوا بالفوي، كنضربوا بالخلاط اليدوي. ومن بعد كنفي الميوه، يعني كنغطيوها بالسلوفان وكنخليوها تخمر واحد 20 دقيقه. من بعد ما كتخمر 20 دقيقه في واحد الوسط اللي هو يكون دافئ، كنقبطوا داك الشيء اللي مازالنا، دونك داك النص ديال لافارين اللي مازالنا مع داك لا سومون اللي كنديروا في الاول غير النص على ما كتبان راه كتجمع، عاد كنكملوا النص ديال لا سومون اللي هي السميده. وكنخليو واحد شويه لافارين باش التالي باش كنجمعوا لاباط ديالنا، هي هادي اللي دابا زدناها، دابا غنجمعوا لاباط ديالنا وغادي نعجنوها مزيان. كما تلاحظوا كنديروا دي بتيت بول، يعني كويرات صغيرين بحال هكذايا، اولا كنخليوها كويره كبيره اللي على حساب كل واحد شنو هذا. كنطلقوا لاباط ديالنا بدلاك، وكنقبطوا واحد الامبورتي بيس ولا واحد الديسك، وكنديروا على حساب الديسك على حساب البيتزا قداش بغينا الديمونسيون ديالها، يعني قداش بغينا الكبر ديالها الحجم ديالها. من بعد كنثقبوا هذوك لي ميني بيتزا ديالنا، كندخلهم للفران باش كيطيبوا واحد 5 دقائق، غير واحد على ما كتوقف لنا العجينه، ماشي كاع كيطيبوا كاع، على ما كتوقف لنا العجينه يعني بامكاننا نهزوها فوق يدينا. وبهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. ما تنساوش تبارطاجيو القناة مع الأهل ديالكم الأصدقاء ديالكم الأحباب ديالكم لتعم الفائدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.